اليوم في ساعة مبكرة انتهت لجنة الخمسين من الاتفاق التوافق الشامل على مواد الدستور، مواد الوثيقة الدستورية الجديدة التي عدلت جذريا من الدستور المعطل، وتوجهت بمصر إلى المستقبل في وثيقة تضمنت 247 مادة، منها 42 مادة مستحدثة، منها 18 مادة تتحدث عن الحقوق والحريات، مواد تحفظ الحقوق، حقوق العمال في كل ما يتعلق بشؤونهم ونقابتهم وحقوق حقهم في المفاوضات وحقهم في حماية أمورهم ودورهم. تحدثنا عن المرأة، تحدثنا عن الطفل، وسوف ترون في المواد التي سوف تقرأ اليوم ويتم التصويت عليها كما قلت عن المرأة، عن أصحاب الاحتياجات الخاصة، تحدثنا عن الشباب، تحدثنا عن كل عناصر المجتمع بتقرير حقوقه وحرياته وضمانها، تحدثنا عن الجماعات المهمشة جغرافيا أو مجتمعيا، كل هذا لنبني أسس المواطنة الحديثة، المساواة، المساواة بين كل المواطنين، المساواة بين الرجل والمرأة في إطار مفاهيمنا وإطار ثقافتنا وإطار عصرنا. تكلمنا أيضا في الحقوق والحريات عن ضمان هذه الحريات ضمانا قاطعا واضحا لا يمكن الالتفاف حوله، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الفكر، حرية العقيدة، كل هذا موجود في هذا بين ضفتي هذه الوثيقة الدستورية الجديدة التي أؤمن بأننا جميعا سوف نفخر بها وسوف تكون مصدر فخار لنا. عقدنا من الجلسات خلال الشهر الأخير 56 جلسة ب 272 ساعة. عقدنا أيضا 306 ساعة في اللجان النوعية ولجان الاستماع. إجمالي عدد الساعات التي أنفقناها في المرحلة الأولى لصياغة الدستور 720 ساعة في مجموع عمل هذه اللجان النوعية كلها. استمعنا إلى هيئات كثيرة تصل إلى 91 هيئة، مجموعة، جماعة، نقابة، ممثلين لقطاعات جغرافية، ممثلين لقطاعات مهنية، وكان كل ما يقال فيها ينقل يؤخذ في الاعتبار في الصياغة النهائية لمواد الدستور. ستجدون أن مش بس في تأمين صحي للكل ولكل الأمراض، لكل المواطنين ولكل الأمراض، وإنما أيضا عن معاشات للبطالة للفلاحين المعدمين. تحدثنا في الزراعة عن كل ما يهم الفلاح، ما يهم حقيقة الفلاح، ليس مكتسبات وهمية إنما مصالح حقيقية، وهذا ما سوف يميز هذا الدستور. وأنا سعيد جدا بالإسهام اللي قام به ممثلي الفلاحين وممثلي العمال وفي تأييدهم لمواد الدستور كما هي مطروحة اليوم للتصديق. الهوية المصرية
لها موادها، الحريات لها موادها، الحقوق لها موادها، الأبواب ما بين المقومات الأساسية الدولة، الحريات والواجبات، نظام الحكم، الأحكام الانتقالية اللي تنفذ في إطار زمني محدد ليعود الأمر إلى المتن الدستوري اللي بيتعامل مع مصر اليوم ومصر بعد 10 سنين ومصر بعد 20 سنة، مصر المستقبل. هذه الوثيقة الدستورية تتعامل مع مصر وما تتطلبه الظروف القائمة، ونتوجه قطعا إلى مستقبل مصر ستكون فيه 100 مليون نسمة في ظرف سنوات قليلة، ويصل إلى ربما 150 مليون نسمة في ظرف 40 سنة القادمة. ده تحدي كبير جدا بالنسبة لنا، وكان لابد أن نحتفظ للأجيال القادمة بحقوقها من ثروات مصر ومن مصادر الإنتاج في مصر لتنظيم الحياة، ليس اليوم ولكن اليوم وغدا وبعد غد. النهاردة في المقدمة التي سوف ألقيها في الاجتماع الساعة 3 سوف أتحدث عن كل هذه الأمور بالتفصيل، وبابا بابا، مادة مادة ربما، ونجمع كل المزايا التي تقدمها الوثيقة الدستورية للمواطنين. أنا أود أن أشكر الأمانة العامة لمجلس الشورى وكل أعضائها اللي قاموا بخدمات جليلة وكانوا معنا ساعة بساعة ولا يغادرون إلا في ساعات مبكرة من صباح كل يوم. أشكر أيضا الأعضاء، أعضاء لجنة 50 طبعا، اللي أثبتوا إخلاصهم وتفانيهم وإيمانهم بأن الوقت حان أن يكون المصريون على مستوى التحدي، ساعات طويلة من العمل. أشكر كذلك الأعضاء الاحتياطيين، أشكر كذلك كل من تبعنا من الباحثين لجنة 10، الخبراء القانونيين، المستشارين الاقتصاديين، وفي كل نواحي العمل الدستوري. حقيقة أنا ممتن لهذه الكوكبة، هذه الكتيبة من المصريين اللي اشتغلوا وأظهروا إيمانهم، إخلاصهم، تفانيهم، تميزهم المهني والصياغي. وأعتقد أنه اليوم لما هتستمعوا إلى المواد مادة اليوم وغدا المادة مادة وبابا بابا، سوف تشعرون بأن العمل كان فعلا جديا وأننا حققنا الكثير. ونرجو أن الشعب كله يؤيد هذا الدستور في الاستفتاء القادم، لأنه الباب الحقيقي الواسع لتنفيذ خارطة الطريق وللانتقال بمصر من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار، من مرحلة الجمود الاقتصادي إلى مرحلة النماء الاقتصادي، من مرحلة التخلف الاجتماعي إلى مرحلة ضمان التقدم المجتمعي والاجتماعي لكل طوائف الشعب. هذه مقدمة، وأنا مستعد لأن أجيب على الأسئلة التي طبعا بعد ما ننتهي النهاردة وبكرة إن شاء الله سوف أعرض الدستور وأرفعه إلى رئيس الجمهورية ليبدأ الإجراءات اللازمة طبقا لخارطة الطريق وطبقا للإعلان الدستوري وللقرار الجمهوري بطرح الدستور للاستفتاء في المواعيد المقررة. وإن شاء الله احنا هنمشي على هذا الطريق، طريق محدد منفذ خطوة بعد خطوة. نرجو ان شاء الله ان احنا ننتهي من هذه المرحلة المضطربة الى مرحلة مستقرة واعدة بمستقبل افضل.